السلام عليكم. رئيس الأركان الإيرانية سنمحو الجرأة على تخيل شن هجوم على البلاد من أدهان بعض الأعداء الجهلة. إن لم تكن مشتركا في القناة فشارك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أكد رئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري يوم الخميس أن القوات المسلحة الإيرانية خططت للوصول إلى قمة الردع لكي تمحو حتى الجرأة على تخيل شن هجمات على إيران من أدهان بعض الأعداء الجهلة. وقال اللواء باقري في كلمة أمام اجتماع لقادة ومسؤولي القوات البرية بالحرس الثوري إن مهمتهم الرئيسية هي الاستعداد لمعركة غير متكافئة مع عدو غير متكافئ والحرب المنظمة مع العدو الخارجي، وأن الاشتباك والحرب مع الجماعات الإرهابية ومناوئي الثورة هو فقط جزء من مهام رغم أهميتها. وأضاف أن الدور الأساسي في الردع المستدام وتعزيز وإرساء الأمن المستدام في الحدود والمناطق الحدودية وإسناد محور المقاومة وإفشال العدو في مخططاته يقع على عاتق القوات البرية الإيرانية. وكان رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف قال إن الأمريكيين والإرهابيين ومعارضي جبهة المقاومة أقروا بأنهم لن يحققوا مآربهم عبر افتعال الحروب. وأفادت وكالة إيرنا بأن تصريحات قاليباف جاءت خلال لقاء بالعاصمة طهران مع وزير الخارجية السوري فيصل المقداد. وأكد قاليباف على أن سبيل إجهاض نتائج الحظر الغربي يكمن في التعويل على الشعب ووضع برامج وخطط اقتصادية دقيقة. فيما قال قائد القوة البرية في الجيش الإيراني العميد كومانثر حيداري إن بلاده جاهزة لتصدير معداتها العسكرية. وأكد العميد كومانثر أن الجيش الإيراني قام بصناعة طائرات مسيرة أكثر تعقيدا وسيتم استخدامها في عمليات على مسافات بعيدة وخارج الحدود وكذلك في عمليات الاستطلاع والتدمير والقتال. في الأخير إذا كنتم من المهتم بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.